اشارك في الموضوع بتاع زواج اتفضلي الاقارب. اتفضلي. انا ولدي مشي ضده. وش بيه؟ مشي ضده. ماشي غير ضد. لا انا مانيش ضد، راني معاهم. معاه هاي يا بيان. او اوكي. عندنا راي. انا متزوجه من الاقارب تاعي. ما شاء الله. انا دايا ولد عمتي. الله يبارك. الله يبارك. وعندي 36 عام زواج. الله ما شاء الله. راني جده، راه عندي جوج بنات متزوجين وعندي الولد وعندي احفاد. ما شاء الله. الله يبارك. وعمري ما لقيت حتى مشكل. ما شاء الله. تعرفي علاش بنتي زهره ما كاش مشكل؟ علاش؟ هذا هو اللي هذا واش حابه نعرف. خاطر نعم. ما نوصلوش المشاكل اللي تصرا بين الزوج والزوج والاهالي تاعنا. يعني تخليو كلش بيناتكم. بيناتنا، ما نوصلو لهمش قال قال ولا قالت قالت. صح عندكم الحق، ما عندك الحق. ما يوصلوش بينا، خاطر غير توصل هي دوك هي المرأة تولي مع الزوج نتاعها والأهل يديروا مع بعضياتهم. صح. خاطر الزوجة تولي مع زوجها تولي. سبحان الله. هذه ربما نصيحتك ربما اللي راح يكونوا عن قريب عرسان وراح يدخلوا بيت الزوجية مع الأقارب تاعهم. كيما صالح. مش الأقارب تاعي. النصيحة اللي نقولهم نقولهم كاع اللي يصرى بينكم وبين الزوج تاعكم ما توصلوش الأهل تاعكم، خاطر تولي أنت والزوج تاعك تولي.